كل فترة بنسمع عن تفاصيل خاصة بظهور متحور جديد لفيروس كورونا. الفترة الحالية الحديث متداول عن فيروس اسمه فليرت، انتشر بداية من الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ كل يتكلم عن مدى انتشاره وأعراضه وهل نقلق ولا لا. يبدو أن متحورات كورونا لن تختفي للأبد. خلونا نعرف أكتر عن فليرت وما يتعلق به من ضيفنا الكريم هاتفيا دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة. أهلا بحضرتك يا دكتور أمجد. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة مشاهدي اليوم السابع. دكتور، خلينا نتكلم في البداية عن الفيروس الجديد ده. إيه موضوع فيروس فليرت ده؟ كلمنا أكتر عنه. طيب خلينا نقول كورونا زي ما حضرتك قلت متحورات كورونا لن تنتهي. خلينا نقول لك إن فيروس كورونا لن ينتهي. هل الانفلونزا انتهت حوالين العالم؟ لا هل طبعا. الفرد انتهى حوالين العالم؟ كورونا فيروس هنتعايش معاه. القصه ان هو يجب ان تقل حدته وخطورته، يعني بدايه الجائحه كنا بنشوف اعداد وفيات كبيره جدا، مع منظومه اللقاحات ومع تحول الفيروس بنعمه ربنا الحمد لله اصبح كورونا فيروس ضعيف، وانتهت الجائحه كوباء مش كفيروس، الفيروس موجود بيتحور. ولكن تحوره من نعمه ربنا ان هو بيتحور للاضعف ولكن الاقوى في الانتشار، بمعنى ان التحور الجديد دي كل الدراسات بتشير ان هو اكثر انتشارا بنسبه كبيره جدا من التحورات السابقه، وده طبيعه الفيروسات اللي بيطر عليها تحور بتزيد من قدره الفيروس على الانتشار الثاني. طب وده هل خطوره هل فيروس الانتشار متطور في الارض. طب هل الانتشار ده هيكون شرس يا دكتور؟ يعني حضرتك بتقول هينتشر، طب الانتشار ده هيكون شرس ولا ممكن نسيطر عليه؟ طيب هو شرس كانتشار كمعدل اصابات، ولكن كحده وكخطوره وكنسب وفيات حتى الان كل التقارير بتقول ان هو لم يطفي هذا التحور اي خطوره تذكر على فيروس كورونا، بمعنى ان هي نفس اعراض المعتاده اللي احنا بنشوفها في الفتره الاخيره التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، اللي هو ايه؟ زكام، الرشح، الصداع، احتقان الحلق، الكحه المتوسطه. الكحه الشديده وتعطل التنفس واصابه الجهاز التنفسي السفلي اقل بكثير من ذي قبل، اللي هي فكره زمان اللي هي الالتهاب الرئوي والتليفات الرئويه وما يحدث في الرئه من دخول الرعايه. هذا التحور قليل جدا جدا، ولكن السمه الغالبه هو الانتشار السريع، والسمه الاخرى ايضا الهروب المناعي. يعني ايه هروب مناعي؟ اللي هي ان اللقاحات اللي احنا بناخدها ممكن ما تديش الحمايه الكافيه تجاه هذا التحور لسببين. ليه؟ لان اللقاحات ما بتعطيش مناعه طويله الامد، يعني اقصى مده بتعطيها حمايه اللقاحات من 6 اشهر لعام. تمام. واحنا بقى لنا فتره ما بناخدش لقاحات. ثالثا ان التحور ده بيخلي جهاز المناعه ما بيشوفش الفيروس بطريقه سليمه، ما بيتعرفش عليه. يعني اللقاح زي قلته يا دكتور؟ ما نقدرش نقول زي قلته، ولكن بتكون بتقل فعاليته مع التحورات. وده اللي بيخلي منظمه الصحه العالميه ان الشركات العالميه ابتدت الان بتبص للقاحات جديده بيكون فيها السلالات الجديده من التحورات، بحيث دي تدي مناعه اكثر تجاه التحورات الجديده اللي حصلت الفتره السابقه. ممتاز. طب الاجراءات الوقائيه اللي نتعامل معاها مع الفيروس ده يا دكتور، هي نفس الاجراءات اللي نتعامل معاها او اللي كنا بنتعامل بيها مع فيروس كورونا ومتحولات كورونا اللي فاتت، ولا حاجات جديده ممكن تنصح بيها؟ طيب احنا هنسلم كل الناس وهنقص فئه معينه بنقصها كل مره، على فكره مش مع كورونا بس، مع الانفلونزا ونزلات البرد دي في كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، اصحاب المناعه الضعيفه، مرضى حساسيه الصدر، مرضى الترهاب الرئوي، مرضى السكر، مرضى القلب، لان وقع الاصابه حتى مع ضعف الفيروس، حتى مع البرد، مع الانفلونزا، بيكون على الفئه دي اكثر خطوره واكثر دخولا في مضاعفات، رغم ان احنا طمنا الناس هنا ان الوضع كويس، ولكن مع الفئه دي ممكن دور البرد بيكون خطير عليه، ممكن الانفلونزا تكون خطير عليهم، فبالتالي التفوق كورونا يجب الفئه دي تاخذ اجراءاتها الاحترازيه، اللي هي تدخل الكمامه عند وجود تجمعات. انا في مكان في بنك، في مكان مغلق، فرح ومناسبه، هلبس كمامتي، هرجع تاني البسها لان دي بتقي من العدوى الفيروسيه. تغذيتي يجب ان تكون سليمه، تهويه الشقه جيدا، البعد عن شخص مصاب، لو في احد الافراد مصاب باي دور حتى لو برد وفي شخص كبير سن يجب لو ما عزلناش المصاب لكبير السن نبعده عن هذا الشخص، لان الفئه دي عند الاصابه بتكون ليها مضاعفات. دي اللي بنقول لها لو شعرت باي ارتفاع حراره، كحه، صعوبه في التنفس، خصوصا الفئه دي اللي تتوجه للطبيب لاخذ بروتوكولات الخاص. 80% من المصابين باي عدوى تنفسيه او 90% بيتعافى الشخص تلقائيا عن طريق مناعته بدون الذهاب الى طبيب، مجرد خافض الحراره والسوائل الدافيه الامور بتستقر. يعني كبار السن اللي بنقول لها لو شعرت بسخونه، ارتفاع حراره متواصل، صعوبه في التنفس، انت اللي ليك بروتوكولات خاصه، لان انت مناعتك ضعيفه، انت كبير سن يجب الاهتمام بيك لان انت اللي ممكن تخش في مضاعفات. غير ذلك من بقيه الفئات
امور عاديه جدا زي اي عدوى فيروس ممكن تقلك. هو الحمد لله لم يعلن رسميا دخوله مصر حتى الان، ولكن هنتكلم عموما عن العدوات الفيروسيه التنفسيه عموما دي اجراءاتها بما فيهم كورونا. يعني الحمد لله لغايه دلوقتي يا دكتور ما نقلقش. لحد دلوقتي ما نقلقش، الوضع الوبائي مستقر، ناخد حذرنا واحتياطنا بدون قلق او خوف او ضغط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه، شكرا لحضرتك على كل التوضيح. شكرا لحضرتك. ده كان كل ما يتعلق بالفيروس الجديد اللي انتشر وبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو متحور جديد من متحورات كورونا اللي بنسمع عنها كل فترة، وهو متحور فليرت. ايه الجديد عنه؟ ايه الجديد بخصوصه؟ هل نخاف ولا لا؟ نقلق ولا لا؟ ازاي نحمي نفسنا منه؟ ازاي نحاول ان احنا نتجنب الفيروس ده او نحمي نفسنا منه؟ هو كل ده اللي اتكلمنا عنه في التغطية الخاصة دي مع حضرتك. انا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، والى اللقاء.